كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي فات نشوفوا طريقة تشبه حشو الأسامي اللي خدمتها معاكم في الفيديو. للي ما شافهاش نخلي له الرابط. خذيت خيط تاع 6 فتلات خدمت به غرزة الفرع كيف ما تشوفوا. الغرزة خدمتها في وسط الكلمة، وبالطبيعة لازمنا ننتبهوا انه الغرزات الكلهم يكونوا قد بعضهم. وحبيت نقول لكم انه وين تكون الغرزة صغيرة وين تكون النتيجة احسن وخير. نعاود توا نرجع منين بديت وبنفس الخيط، ونبدا نلف فيه على الخيط الاولاني. كيف ما قلت لكم هذه طريقة باهية تربحكم في الوقت، وزيد طريقة مزيانة هي الحقيقة. نجموا تجربوها وتعطيوني رايكم. بالنسبة للحروف الصغار كيف العين والياء وكل، عملتهم بنفس الطريقة. عملت الغرزة متاع الفرع وبعد لي لفيت الخيط من جديد. وهو كنتوما كان لاحظتوا انه الخيط متاعكم متلفش بالباهي، هاو كتستويوها بيديكم. ثم هو طريقة اخرى تشبه الهذية، تطلع لكم توا على الكرون، جست زدتها خيط اخر. ننصحكم تشوفوها وتعطيوني رايكم، وما تنساوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا نقول لكم بالسلامة.